بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. بين الصح والصحيح يكمن الخطا. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه، الحلقه التي تحمل الرقم 714. يفضل فيها المهندس عدلي بين الصح والصحيح، فماذا عن الاصح؟ حالة من الجدل تثور في الفترات الأخيرة، الأسبوع اللي فات ده في وقت حساس وحرج جدا قبل مباراة حاسمة ومصيرية مع ليبيا، ودايما احنا حاطين نفسنا في هذا المأزق ان احنا نبقى من عنق الزجاج عايزين نمر للتأهيلات. في صح لكن في أصح، الجدل اللي بين الاتنين بقى هو الخطأ. والجدل بين الاثنين تحمله عناوين هذه الحلقة، مقالي ومقاله، ويبقى المنتخب فوق الجميع، الغربال، الدور والمسؤولية، والحقوق المعطلة، وبعظمة لسانه فتبينوا تاني، الشموع الحمراء عن إدريس راغب باشا، وأسرار الملك عن نصر قرطاج، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. الحقيقة قبل ما ندخل في ضربة البداية عايزين نطمنكم على أحوال الأهلي عامة. يمكن كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي أعلن بشكل رسمي عن تجديد تعاقد الأهلي مع لاعب الوسط الدولي عمرو السولية لمدة 3 سنين، وأكد لي إنه الأمور مشيت كلها في سلاسة تامة جدا ومفيش أي مشكلة. يتبقى علي معلول، ربما تم التوصل إلى اتفاق نهائي قريب يتم التوقيع أو يتم حسم هذا الملف، وصلاح محسن تجديد عقده أيضا ليحقق الفريق هذا الاستقرار المبكر في كل التعاقدات الخاصة به. كمان مستر بيتسو موسيماني المدير الفني اجتمع مع صانع الألعاب الدولي محمد مجدي قفشة لما رجع من المنتخب في اجتماع خاص، وحتى لما قفشة شارك في التمرين مستر بيتسو موسيماني يمكن خصص فقرة خاصة للتصويب على المرمى لقفشة، زي ما يكون بيفتح نفسه على القضية. شوف، أنا مش عايز كمان فكرة أن القضية تبقى ضغطة على قفشة، أنه لازم يبتدي بقى يجيب جون بسرعة من تسديده قويه من خارج المنطقه. هي احد المهارات التي يتمتع بها والذي يحرص منها العديد من الاهداف. ولكن التدريبات دي هي مساله منطقيه، وما يفعله موسيماني من انه بيعقد جلسات مع بعض اللعيبه يتحدث معهم في بعض الشؤون لتمهم، هو ده الاصح. انا قلت لك الصح والاصح. صحيح. التمرين برضو شهد عودة بيرستاو للمشاركة في تدريبات الكورة. انتوا عارفين بيرستاو الجناح الأهلاوي الجديد، النجم الجنوب أفريقي الدولي، كان غاب الفترة اللي فاتت لإصابة عضلية، بدأ يتشافى منها ويتعافى وبدأ يدخل في تدريبات الكورة على خفيف عشان يكون جاهز إن شاء الله للمرحلة اللي جاية. التقسيمة القوية مستر بيتسوماني يمكن وقفها كذا مرة عشان يصحح بعض أخطاء اللاعبين وعشان يوجه بعض التعليمات الفنية، وعقد اجتماع المدير الفني مع صلاح محسن ايضا لتجهيزه للمرحله اللي جايه. الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النادي يمكن تحدث عن البروتوكول الطبي الخاص برحله الاهلي الى النيجر. الاهلي هيسافر الى النيجر عشان يواجه فريقها في بدايه دور ال 32، المباراه يوم 16 اكتوبر الجاري باذن الله، والبروتوكول خاص بكل النواحي لا سيما ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والطبية وكل ظروف الحذر من هذا الفيروس. كمان الجهاز الطبي كشف عن موعد مشاركة محمود متولي لاعب الفريق المصاب اللي بدأ يتعافى، وقال الجهاز ان هو ان شاء الله بعد مباراة بطل النيجر يكون محمود متولي جاهز للمشاركة. دي كل اخبار الكورة اللي بنطمن حضراتكم عليها، وعندنا تفاصيل كتيرة في حلقة النهاردة. لكن كمان في كرة السلة النهاردة يا باشمهندس، فريق الأهلي كسب الفتح السعودي
في البطولة العربية المقامة في الإسكندرية. المباراة انتهت 82-77، كان فيها ندية كبيرة الحقيقة. يمكن في بعض الفترات خاصة في الكوارتر الأول تقدم الفتح السعودي وقدر الأهلي يرجع ويحسم المباراة لصالحه 82-77. البطولة زي ما حضراتكم ربما متابعين فيها 18 فريق، منها من مصر الأهلي والاتحاد السكندري، مقسمة على أربع مجموعات. الأهلي عنده فرصة إن شاء الله، أو دخل بالفعل كأول هذه المجموعة. ده أنا عايز أقول ملاحظة عشان الناس تخلي بالها. السكواد اللي داخل بيه المدرب 12 لاعب، منهم ثلاثة ناشئين، اللي هم عمر زهران وأحمد حمدي وعبد الله ناصر، ودي علامة جيدة جدا. وبتدلك على إن برضو أنت وأنت بتفكر في النهاردة بتشتغل بكرة. والثلاثة ظاهرين بمستوى مباشر يعني. ده كل ما يطمن حضراتكم على كرة القدم في الأهلي أو على السلة أو على بقية الألعاب إن شاء الله اللي هيكون في حديث مطول عنها. لكن كما تعودتم ضربة البداية مع مقالي ومقاله، ويبقى المنتخب فوق الجميع. الحقيقة ربما ما كناش محتاجين نقول الكلام ده، وده المفروض يكون بديهي ويكون كل الناس عارفاه، وكل الناس عارفة انه واحد من اهم ثوابت النادي الاهلي اعلاء مصلحة الوطن ومنتخباته فوق اي اعتبار. المسألة لا محتاجة لا جدال ولا فصال، لكن لاحظنا ان البعض عن سوء قصد بيحاول يزجب النادي الاهلي في مسائل تضع الامور امام المنتخب الوطني، وكانه يدافع عن الاهلي، لكن هو بيحرمها لاجندته الخاصه. بالظبط. فيا جمهور الاهلي العزيز الكبير انتبهوا، الاهلي عمره ما كان الا حريص على مصالح المنتخبات الوطنيه. النادي الاهلي ربما كان الوحيد على فكره اللي لايحته فيها مكافآت بس عشان نوضح للاعب الدولي. لا عايزين نحط بس فكره البعض، ما نقصدش بهم ولادنا اللي على السوشيال ميديا. ال 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 لا الاعلام حتى يعني في مسؤولين في انديه، في لعيبه قدامى عندها مشاكل مع اتحاد الكوره، في مدربين كانوا عايزين يشتغلوا وما جوش، في اطراف كتيره جدا عندها مشاكل مع اتحاد الكوره، مع المنتخب، مع افراد في المنتخب. لانه الاقي حد متضايق من مدرب في المنتخب او من مساعد في المنتخب او من اداري في المنتخب فياخد الاهلي في السكه معاه. حواديت كتيره جدا وتفاصيل، لكنه حقيقه الامر عشان تبقى الامور واضحه، الاهلي ربما كان النادي الوحيد اللي لائحته فيها مكافآت للاعب اللي بيطلع من الاهلي يمثل المنتخب، كنوع من التحفيز للاعب انه ازاي يمثل وطنه وازاي يكون حريص على حضوره في المنتخب. فالاهلي لم يكن يوما الا داعما وبقوه للمنتخبات الوطنيه. مؤكد. دور النادي الاهلي مع اتساقه مع اهداف هذه الامه، هذا الوطن العظيم، دايما بتاكدوا ظروف. وعشان كده احنا فقرتنا دي هنوضح بعض الامور. احنا متضايقين، متضايقين ان 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 قفشه وشريف طلعوا، اكتر مننا مضايقين مندهشين. لكن عايز تناقش دي دلوقتي ولا لما تخش في مقاله ومقاله؟ لا معاك فيها، اتفضل. طيب، عندما اتحدث اقول الصح هو مقال كروش في المؤتمر. في المؤتمر لن اتحدث عن لاعب، ولكن كروش يا جماعه قال انا مش هتكلم عن اختيارات اللاعبين او اسباب استبعاد اي لاعب، انا هتحدث عن فريق. انا اعمل من اجل الفريق. وعندما اعمل من اجل الفريق انا انظر الى المنافس اللي هلاعبه والهدف المطلوب تحقيقه ومين اللي يقدر يوصلني للهدف ده في اقصر طريق. انا لما يبقى عندي 5 ايام تدريب احسن ما يبقوا 4 ايام، احسن ما يبقوا 3 ايام. اذا هو عارف قيمه الوقت عشان يقدر ياخد القرار السليم. الراجل مؤكد انه اتفرج على عناصر المنتخب اللي اختارهم في الاول كلهم في الفترات الاخيره. ايوه. وبناء عليه قدر بعد ماتش ليبيريا انه يعمل تشكيله فاجئتنا جميعا، لان
عموما المؤتمر فيه كواليس وتفاصيل كتيرة، هنروح معاك للإسكندرية وموفد قناة الأهلي زميل محمد توفيق اللي حضر مؤتمر كارلوس كيروش ويضعنا في الصورة. محمد مساء الخير. مساء الخير أستاذ إبراهيم، مساء الخير باشمهندس عادل، تحياتي لحضراتكم وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالتفصيل كده كارلوس كيروش قال إيه؟ بالتفصيل هنتكلم كمان عن الكواليس وما قبل المؤتمر، يمكن كان في اتجاه عام قبل المؤتمر النهارده ان الاسئله تكون محدده او في اتجاه معين، ان طبعا حضرتك زي ما عارف كان الاهتمام في الاعلام المصري كله الفتره اللي فاتت باستبعاد محمد مجدي قفشه ومحمد شريف مستضيف المنتخب، فحتى على غير العاده كان الاسئله ما تمش توجيهها مباشره للجهاز الفني، لا تم كتابه الاسئله في ورق خارجي واستلمها مدير الاعلام من الاتحاد المصري لكره القدم الاستاذ اسامه اسماعيل، وهو اللي عرض الاسئله فيما بعد على المدير الفني اثناء المؤتمر الصحفي. يمكن في بدايه المؤتمر الصحفي اول حاجه مستر كيروش اتكلم فيها قال انا بوجه طبعا الشكر للاعلام وممتن لكل حد موجود هنا مهتم باخبار المنتخب ونقلها ودعمنا في هذه الفتره. مع بدايه بقى طرح الاسئله اللي زي ما قلت لحضرتك يمكن تم فلتره الاسئله وتوجيهها بطريقه معينه كمان عشان نبقى واضحين، يعني حتى في اسئله مطروحه من بعض الزملاء بشكل معين، ففي حال يعني في اوان عرضها على الجهاز الفني او المدير الفني للمنتخب تم عرضها بشكل معين، واضح ان الراجل كان مدي تعليمات ان هو مش عايز يتكلم زي ما حضرتك قلت في البدايه عن اللاعبين المستبعدين في المنتخب. ففي البدايه لما اتكلم عن يعني فتره الاستعداد وانها فتره قليله فقال طبعا ان انا كنت اتمنى الفتره تبقى قبل كده عشان اقدر اشتغل بشكل افضل، ولكن 5 ايام هم المتاحين ف يعني بنشتغل بكل ما اوتينا من قوه عشان نظهر بشكل جيد امام ليبيا. كمان اتسال عن مواجهه ليبيا وان ليبيا متصدره المجموعه، فقال طبعا كره القدم لا تخضع لحسابات، يعني نترك الحسابات لعلماء الرياضه والمهندسين، كره القدم تعترف فقط بالعمل والجهد، احنا بنشتغل وبنعمل الجهد اللي علينا علشان يوم المباراه لما نوصل ونلاعب ليبيا نكون افضل ونحقق الفوز. كمان بقى لما اتكلم يعني السؤال طرح بدون طرح اسم اللاعبين المستبعدين او تحديد اسماء، طرح بشكل عام عن القائمه، فأكد ان القائمه دي او ال 24 لاعب الموجودين في المنتخب هم اللي شايفهم من وجهه نظره اللي هيقدروا، يمكن الكلام طبعا حضراتكم اقدر ناس انكم تحللوه، يعني ايه كده قال بنفس الكلمه كده بنفس يعني بنقل عنه الكلام زي ما اتقال بالظبط، قال انا اخترت ال 24 لاعب القادرين على الاداء بشكل قوي خاصه في المواجهه المحدده وهي مواجهه ليبيا. انا حاولت ان انا اختار اللاعبين اللي شايفهم من وجهه نظري هيأدوا بشكل قوي وهيقدروا يحددوا لي الهدف اللي انا عايزه من المباريتين وهيقدروا يحددوا يعني يوصلوا للنتائج والنتيجه اللي كلكم عايزينها في الاخر واللي هي ان منتخب مصر يكون في كاس العالم، دوت اللي تقدروا الله اقدر اتكلم فيه وتحاسبون عليه. كمان قال عن الفتره ان هو سيعمل التحضير، قال احنا بنحضر وبنشتغل، اتفرجنا على منتخب ليبيا كويس جدا وزي ما انا عارف فرقتي انا عارف اكثر منتخب ليبيا لكن مش هتكلم على الملأ في الاجزاء اللي انا اعرفها. قال حلمكم وحلمي وحلم كل المصريين ان احنا نوصل لكاس العالم، سيبونا اشتغل على الحلم دوت باسلوبي وبطريقتي وان شاء الله في الاخر نحقق الحلم. لما سال بقى عن كمان عن تالق محمد صلاح بالامس في الدوري الانجليزي واحراز هدف اكثر من رائع في مباراه امام مانشستر سيتي، قال من اليوم اللي ابتديت فيه تيشيرت منتخب مصر بقيت مسؤول والمدير الفني منتخب مصر، فاي حدث بيحصل سواء لمصر جوه الملعب او خارج الملعب انا ببقى فخور وسعيد بيه جدا. يمكن في اخر المؤتمر طبعا حصل حاله من يعني الضيق من الصحفيين ان بعض الاسئله لم يتم توجيهها للمدير الفني وكانت خاصه باستبعاد يعني كل الناس كانت مجمعه على كده استبعاد محمد مجدي قفشه ومحمد شريف مستضيف المنتخب، فالراجل جلس مره اخرى استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي واتكلم، قال لو هو ده اللي انتم عايزين تعرفوه او عايزين تتكلموا فيه فانا هتكلم عن حاجه واحده بس، في لاعب مهم جدا هو الوحيد اللي هتكلم عنه وهذكر اسمه، هو لاعب بسيط جدا وهو المنتخب المصري، هو ده اللي يهمني، هو ده اللي يهمني انه يظهر بشكل رائع، هو ده اللي يهمني انه يأدي بشكل كويس ويحقق حلم وطموحات كل المصريين وهو الوصول لكاس العالم. يمكن ده كان كل الاجواء وكل اللي اتقال نقلا بالنص عن مستر كيروش اثناء المؤتمر الصحفي. كلمه ليك يا استاذ ابراهيم اتفضل. المنتخب جاهزيته لمباراه ليبيا بشكل جيد مش كده؟ يمكن النهارده التدريب كان مغلق بشكل تام امام وسائل الاعلام، ما فيش سمح لقناه واحده وهي القناه الحاصله على الحقوق انها تكون متواجده، ولكن طبعا من خلال متابعتنا يمكن احمد حجازي وصل بالامس وموجود في تدريبات المنتخب، جميع اللاعبين بحالتهم الفنيه والبدنيه اطمنا عليها من الجهاز المعاون بشكل اكثر من رائع ان شاء الله،
ويعني زي ما اتكلمنا مع اكثر من حد في الجهاز الفني قال يعني دعواتكم لا ينقصنا سوى التوفيق. يمكن مستر كيروش عامل يعني زي ما بنقول قبضه حديديه على المنتخب، قافل جدا على الفرقه هو وكابتن وائل جمعه مدير المنتخب. الاجواء كلها بتقول ان شاء الله ان احنا هنظهر بشكل مختلف ومغير ان شاء الله في مباراتين ليبيا، وان شاء الله يكون التوفيق مع منتخب مصر، وده هدفنا كلنا زي ما ذكرت حضراتكم في البدايه. ان شاء الله نحصد 6 نقاط ثم صداره المجموعه وتبقى خطوه ان شاء الله نحو التاهل للمرحله النهائيه، ومصر تكون في كاس العالم باذن الله المره الثانيه على التوالي. ان شاء الله يا محمد، شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق موفد قناه الاهلي للاسكندريه. واعتقد دي تفاصيل مؤتمر كارلوس كيروش، عندك ملاحظه؟ اه طبعا، هو ده المقال ومقالك استاذ ابراهيم، ملاحظات على ما حدث وما قيل في المؤتمر. احنا قلنا الصح ان دي صلاحيات اي مدير فني. شيلته المسؤوليه اقبل بقراراته. ايوه. خلاص؟ ايوه. ده الصح. ولكن يبقى الاصح وانت بتقبل بقراراته وهو يتخذ هذه القرارات لازم يتخذها بالاسلوب برضه اللي يناسب الموقف. ايوه. لان الصدمه جت منين؟ ان الثلاث لعيبه تحديدا قفشه شريف مصطفى فتحي، ما احتفظنا بالالقاب في يعني افضل الحاله، الثلاثه كانوا عاملين حاله من الحسم. يعني قفشه كان خلاص ده افضل لاعب في الموسم، لا ينافس هداف الدوري، لا ينافسه الا السولي. اه احنا بنتكلم على المحليين، هتدخل الاجانب كان هيخش بن شرقي وهيخش علي معلوم. مصطفى فتحي عامل حاله من الابداع مع سموحه وجايب عدد من الاهداف المحترمه والاسيست وصناعه الاهداف الاكثر احتراما وظهر بشكل رائع جدا. البعض يقول لك اصل مصطفى فتحي جاي له محمد صلاح ما عندوش فرصه. ربما ده يكون يعني صحيح، لكن انت قفشه لو بتتاخد من شهر، لا بقى انت بتقول ايه؟ او من شهر ونص، لكن ربما يكون تاثر بكل ما قيل عن اجهاد لعيب النادي الاهلي واجهاد قفشه وشريف وده كان بيتم تداوله في كل وسائل الاعلام وبعض يعني الوسائل المنتمية للنادي الاهلي حتى نفسه. بس لو هو بقى بيستبعدهم عشان يريحهم ما كانش خدهم. وده اللي انا قلت لك من الاول، كنت افضل ان اللعيبه الدوليين تاخد راحه. تاخد راحه، وكان زمانها رجعت وراجعه بجاهزيه رائعه جدا. لكن انت جبتهم ولعبتهم وبعدين سجل جونين، وبعدين شريف جولين سهلين جولين صعبين، هو صاحب الهدفين. اه يعني هو لعب 6 ماتشات جاب 5 اجوال. اه طيب في احسن حالاته؟ لا مش في احسن حالاته. قفشه مش في احسن حالاته، ومفيش لعيب في منتخب مصر في احسن حالاته، يمكن تستثني حجازي. اه وبعديه الونش، لان يعني الدفاع ماسك نفسه شويه. اه ماسك نفسه شويه. لكن بعد كده المنتخب كله يعاني تقريبا، لان قوامه اهلي بيراميد دول مرهقين جدا، الزمالك اقل ارهاقا، والنجوم اللي جايه لنا من بره دي خدت، وطبعا صلاح بره الحسبه يعني خد. لا ما انت ممكن في الجاهزيه والتاثير. يعني بص يا استاذ ابراهيم، في وقت ما قريب كان هناك همهمه حول جداره ميسي بالانضمام للمنتخب الارجنتيني، صح ولا غلط؟ اه دايما ما كانش محسومه، غير رونالدو مثلا محسومه مع البرتغال. كان هناك همهمه حول جداره نيمار او يعني امكانيه عدم اختيار نيمار مع البرازيل. اذا قال مع نجوم العالم يتعرضون لهذا الموقف، ولا يدير قفشه ولا يدير شريف ولا يدير مصطفى فتحي ولا يدير اي لاعب ان لا يتم الاعتماد عليه في هذه اللحظه. ولكن لما تاخدني وتلعبني وتديني احساس ان انا موجود، لازم عندما تتغير القناعه او تكون قناعتك دي من الاول اتكلم معايا. اه ناس تقول لك اصل في ناس اتكلمت بطريقه مباشره وفي ناس لمحت لهم، وانا ماليش دعوه. انا ما يعني انا عايز كروش يحترم اللعيبه فقط. يا اولاد
انتوا اطلعوا ارتاحوا شويه، دوركوا جاي. الفتره دي اللي انا عايزه مش هتقدروا تدهوني نتيجه اللي انا ملاحظه عليكم من ارهاق. انما ساب الدنيا للتكهن، اللي يقول لك اصل اتعملت قياسات وهذا كذب، وده برضه يقول لك والاعلام ايه الخيال الخصب ده؟ او مين اللي بينقل للاعلام هذا الكلام الغير حقيقي؟ يطلع حد يقول لك عملوا جلسه لغايه 6 الصبح لكشف الاخطاء. ليه؟ ان ده ما حصلش ليه ولا كل الكلام ده يتقال؟ ليه؟ لان انت كمسؤول في اتحاد كرة القدم ما عالجتش دي، ما عالجتهاش بالطريقه الصح. ايوه، خلص الماتش، تعالى يا كابتن وائل اقعد مع الشباب ده في وجود كروش، واقول له واقول لهم يا جماعه كلهم اللي مستبعدين يستحقوا هذا الاحترام منك. انت مش بتبرر لهم، انت بتفهمهم. انتوا خلي بالكم، وانتوا ستاند باي كلكم، لاني حاططكم في البطوله العربيه. اه، فالناس تعرف، خاصه ان لما يجي واحد زي قفشه يقول لك انا اجلت فرحي وكاتب كتابي واجلت مش عارف ايه واجلت ايه، يعني كان من حقه لو عنده هذه المعلومه كان حياته الشخصيه تترتب بطريقه ثانيه. تمام، ده اللي بقوله لك، الصح والصحيح بينهما هذا الجدل الخاطئ. خاطئ، من الخطأ أن تناقش أحقية المدرب بدون أن يبرر، ومن الخطأ أيضا ألا تناقش كيف تحدث الأمور. هذا حقه وهذا حقا. ده كلام مهم جدا جدا جدا، وعشان نحسم كل هذا الجدل بين الصحيح والأصح، عايز افكر الناس ان احنا دايما وابدا بندي المدرب الحق المطلق في اختيار لعيبته. حتى لما مستر بيتسو موسيماني او قبل منه رينيه فايلر او اي مدرب في الاهلي جه او هيجي، قائمه ال 18 بتاعه المباراه حقه الاصيل، بيختار فيها اللي هو عايزه، وما هوش مطالب يطلع للناس ويقول لهم انا خرجت سين. حتى كان دايما المهندس عدلي لما اقول له استبعد فلان وفلان يقول لي طب ليه يتقال استبعد؟ ما يتقال تم ضم فلان وفلان. انا عندي 30 بنقولها بالطريقه الرزله. انا عندي 30 بختار منهم 18، ما تحاسبنيش على ال 12. ما في 18 عندهم درجه من الجاهزيه، والاهم درجه من المناسبه للمباراه، لانه المدرب بيختار عناصره وفقا لحاله كل لاعب ووفقا لاحتياجاته هو وقراءته للمنافس، احتياجه من المباراه وقرايته للمنافس. ايضا اللي انت نويت ليه احد الاخطاء ليه احرج واجرح اللي لم يتم اختياره انه استبعد؟ هو استبعد لاسباب كتيره ربما مش منها لم يستبعد القليل. هو لم يستبعد، هو لم يتم اختياره المباراه دي. فاحنا ازاي واحنا بنحترم وبنعزز وبنرسخ لحق المدرب الاصيل، لو عايزين نحافظ على منظومه الفريق سواء فريق الاهلي او المنتخب او اي فريق، يا جماعه لا نجادل مدرب في اختياراته. وبالمناسبه هو مش مطالب انه يطلع يقول مشى فلان ليه، يجوز عنده سبب مش عايز يعلنه، نحترم هذا السبب. فده حق اصيل، لكن جزئيه مناخ الفريق، اجواء الفريق، كابتن الجوهري وهو واحد من اكثر الناس اللي تعاملت في قياده المنتخب باسباب وبطريقه وبسياسه نفسيه كبيره. اللعيب اللي كان بيمشي من المنتخب وهو واخد شنطته ماشي بيقول لك كنت بعيط عايز ارجع تاني امتى؟ والكابتن الجوهري بيحسسني انه مستنيني. هي دي، وده دور الكابتن وائل جمعه. وائل جمعه لو انت يا كابتن وائل وانت يعني متفاهم تماما لكل دفعاتك اللي انت بتقولها انه الراجل مش مطالب يقول، مش مطالب يقول، بس همزه الوصل مع الجمهور ومع الراي الاعلام وفي بدايه عمل جهاز جديد كانت تحتاج منك وانت عندك خبراتك الاعلاميه حتى في الفتره الاخيره الكافيه، اطلع احافظ على فرقتي، اطلع احافظ على معنويات اللعيبه اللي ماشيه، وابدا اقول لهم الوضع كذا 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 وان شاء الله فرصتكم جايه، واذا كانت مباراه ليبيا الخواجه عنده قرايه معينه ليها فده مش معناها ان انتوا بعيد عن الصوره، لا انتوا معانا. خاصه لما يكون الامر راي عام من حقه يطمئن على لعيبته وانت بتصدمه في افضل العناصر. هنا مش بيبرر، هنا بيفهم، لان اللعيب اللي ما يفهمش المشكله ايه هيعالجها ازاي؟ يعني انا لعيب مثلا المدرب شايف ان انا مرهق وعارف ان انا لعيب كويس، لما ليش روح ارتاح كده وش ممكن اروح ما ارتاحش، يبقى انا ما عالجتش السبب استبعادي بالظبط او سبب عدم اختياري، خليني ما اقعش في نفس الخطا. طيب لعيب تاني طريقه لعبه محتاجه تطور، يفهمه انا هلعب بالطريقه دي وانت يعني لابد من تطوير طريقه لعبك وادائك، يبقى هنا
اللعيب خارج اذا كان حريص يرجع هيستفيد من الخروج، اللي مش عايز يرجع يعني يركب دماغ. بس في نقطه قبل ما نفارق هذه الفقره، جت سيره كابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح تردد اسمه في مشكلتين، مشكله الكابتنه ودي مؤكد زي ما انا شايفك كده انها مش موجوده لسبب مؤكد. اللي كلم الكابتن احمد فتحي قال له انت هترجع بس الموضوع ده مش هيتفتح. ايوه. والكابتن احمد فتحي مؤكد انه قابل راجع وقابل بده. خلاص خلصت. هتيجي تقول له اصل كده ما قبلتش مع كابتن حسام البدري، يمكن هو حر. هو حر ويمكن ما تقلتلوش بالطريقه اللي تخليه يقبلها. بالظبط. او اسهمه الفنيه يعني بصرف النظر ما قبلتهاش قبل كده وفكرت فيها واقبلها دلوقتي مثلا. خلاص؟ قبلها. يبقى ما نرغيش فيها كتير. خلاص؟ أي. النقطة الثانية، للأسف الشديد هناك من دأب على صناعة الفتنة وزراعة الوقيعة بطريقة مش أخلاقية محترمة خالص. مش أخلاقية. ولا يغير مهما مضت به السنين ولا السنون. السنون. سنون. ايوه. انه يستوعب بقى ان خلاص بقى عيب، عيب بقى في السن ده انك انت تبقى ماشي على وايه، وحتى البادي لانجوج بتاعه وطريقته في التعبير لا ما يصحش. اصل بقى هفكركم قفشه، ها ده هو عمل مصيبه. قفشه كان قال ايه ورايه ايه في محمد صلاح، ويجيب له حديث قديم انه بيتحدث عن مهاره المراوغه، وانه ربما يكون محمد صلاح مش اعلى حاجه بين الذين يراوغون، ولكنه صاحب قرار وصاحب ميزات اخرى. فاجتزأ الكلام فيما يوحي ان محمد صلاح شايلها له هو ورا. شوف بقى انت كده بتكسر الجهاز. اولا بتوقع محمد صلاح وقفشه مع بعض. الفتنه لا يليق. هذا ليق. وهذا اسلوب مستمر عنده. يعني وكأنه أحد سماته. وكأنه يعيش على هذا. وكأنه يقتات على الفتنة، يستفيد من زراعة الفتنة. ما حدش حاسبه لا على بورسعيد ولا على الأهل والمحلة ولا على أي حاجة. المحلة هو سبب. والله أعلم غيرها كتير. لكن أنا عايز أقول خلاص نفرز بقى شوية بما فيهم اللعيبة، كلامي للعيبة لا للجمهور ولا للإعلاميين، خلاص المسألة كل واحد شايف. لكن أنا كلامي للعيبة، ونبي ما تلتفتوا لهذه الأساليب، وأنا عايز على الأقل بالذات الكابتن قفشة وكابتن محمد شريف يستفيدوا من هذه اللحظة. أيوة. وأنا هعرف معدنهم من رد فعلهم في الملعب. مش في الملعب، في تقبل هذا الأمر والاستفادة منه. في الملعب هيحاولوا يجتهدوا، لكن اللي هيقعد يفكر ويقول ربما، عشان كده بقول لك كان الجهاز الفني فاهمهم يساعدهم. بالزبط. طب نعمل ايه الفتره الجايه؟ محمد شريف فضل ياخد راحه، وهذا حقه وانا معاه، وكنت اتمنى قفشه يعمل كده. لكن قفشه عايز ينزل يتمرن، لكن قفشه عمل حاجه ثانيه، قال لك هكتب كتابي وخدت اذن قبل السفر. يعني كل دي مسائل. لكن كيف يعالج النادي الاهلي موسيماني قاعد مع قفشه وسمع منه فهم منه وقال له رايه مؤكد، ومن حق المدير الفني انه يعرف اللعيب يفكر ازاي عشان يشوف البدائل، ومن حق اللعيب انه بقناعه الجهاز الفني اي اجراء يعمله يكون فيه قناعه. نتمنى الامور تمشي بالطريقه دي، ونتمنى لعبتنا تستفيد حتى مش انا على فكره مش هسميها ازمه، لكن موقف مش متوقع، ولكن يمكن الاستفاده منه لصالح الجميع. ليبقى المنتخب فوق الجميع. مؤكد. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كل اجواء المنتخب الوطني، وشفنا كل الظروف اللي بنتمنى ان شاء الله تعالى انه الجهاز المعاون اللي موجود مع مستر كارلوس كيروش يحتوي كل هذه التفاصيل عشان ما تتكررش. والدهشه كانت زي ما المهندس عدلي قال ان هي اصابت ثلاث لعيبه، اظن كان من الطبيعي جدا انه رد الفعل يكون فيه نوع من الدهشه والاستغراب.
انا اعتقد الكابتن وائل جمعه يقدر يتذكر وقت ما كان في المنتخب مع الكابتن حسن شحاته في قمه عطائه هو وبركات وابو تريكه وعماد متعب وشوقي و لو كان الكابتن حسن ساعتها فجاه قلش ثلاثه منهم كانت الناس هتستغرب جدا، لانه تجاهل على غير العاده او استبعاد على غير المنطق. فبالتالي مصطفى فتحي في افضل حالاته، أفشى احسن صانع لعب وربما احسن لاعب الموسم المنقضي، محمد شريف هداف الدوري، الاثنين مشاركين لغايه اخر مباراه، فكان الاستبعاد في هذه الدهشه. كانت هذه الدهشه يمكن ان تزال تماما لو كان طلع الجهاز قال يا جماعه في اعتبارات خاصه بالمباراه اللي جايه، في قياسات بدنيه حتى لو كان ثبت ان ما اتعملتش، لكن ترك الامور للاشاعات، واحد يطلع يقول لك قياسات بدنيه فيطلع زميل اعلامي اخر يحلف بالله العظيم ثلاثه ما حصلت اختيارات، يطلع واحد تاني ويقول لك لا اصله كيروش عمل اجتماع مع اللعيبه بعد المباراه خلص الساعه 6 الصبح. يعني باستغراب شديد جدا ازاي مدرب هيسهر لعيبه ل 6 الصبح في محاضره، فيثبت ان الكلام ده خالص ما حصلش وملوش اي وجود. اللعيبه مشيت بعد المباراه مباشره، لكن زي ما بقول لكم كل الكلام ده كان ممكن ما يحصلش لو ان الكابتن وائل جمعه كان مدير للجهاز من الاول. اولا احتوى الناس اللي مشيت، وضح للمدير الفني انه العناصر دي كانت في افضل حالاتها، من حقك تستبعد اي حد ومن حقك ما حدش يناقشك في اختياراتك، لكن من حق الناس تعرف علشان نحافظ على المناخ الطبيعي مع الفريق. عندنا مكالمه بناء على طلب صاحبه هذا حقه، كنا تناولنا امر يخصه، اللواء بكر سليم. اللواء بكر سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصد. عايزين نسمع بس كنا نرحب بيه الاول. يا سياده اللواء مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء الفل على اجدع اثنين في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا فندم. اهلا بيك يا حبيبي. قول لي حضرتك، احنا ذعنا فيديو الحلقه الماضيه في خصوص تقديرات حضرتك لصفقه حسين الشحات. حضرتك قلت الاهلي خده ب 185 مليون او 180 مليون. تمام. اولا قبل ما ابدا كلامي احب اوضح لانني باكن كل تقدير واحترام لجميع رموز النادي الاهلي على مر التاريخ، خاصه اللي عصرتهم بدءا من استاذي سياده الفريق اول عبد المحسن كامل المنتجي، مرورا بالكابتن العظيم صالح سليم، ثم الكابتن الفاضل حسن حمدي، والاخ الفاضل المهندس محمود طاهر، ثم الاسطوره اللي اسعدتنا جميعا حيث كنت اكن له كل تقدير واحترام، كابتن القدير كابتن محمود الخطيب، وانا اتشرف بانني بعتز بمعرفته عائليا لان كنت زميل لشقيقه الاكبر الكابتن وحيد الخطيب، وكذلك طبعا جميع نجوم كره السله في النادي الاهلي زملائي واساتذتي خاصه سياده اللواء نبيل اسماعيل، وكل التقدير والاحترام للمهندس عدلي القيم الاستاذ ابراهيم المنيسي. وانا اللي طلبت المداخله لتوضيح ما اصير خطا على لساني، لانني فعلا قلت ان النادي الاهلي اشترى اللاعب حسين الشحات بمبلغ 185 مليون جنيه، وتناول الحديث طبعا بعض الساده الاعلاميين بصوره تهكميه اساءت بها شخصيا. والحقيقه ان انا اضطريت للظهور في بعض البرامج الرياضيه المحترمه لكي ادافع عن نادي مصر المقاصه، اللقوب بهجوم شديد اللهجه وغير مبرر وبطريقه غير محترمه من احد الساده رؤساء انديه الدوري الممتاز، اللي ذكر بان نادي مصر المقاصه نادي مفلس وبيبيع المباريات وفريقه هبط للدرجه الثانيه، لان فريق السيد رئيس مجلس الاداره هبط للدرجه الثانيه، واشاع ان نادي مصر المقاصه باع بعض المباريات للفرق اللي تفوقت على ناديه ولم تهبط. فكان لزاما علي ان انا دافع عن نادي مصر المقاصه اللي وصل الى المركز الثاني في يوم من الايام وصيف النادي الاهلي بطل الدوري، ولعبنا بطوله الانديه الافريقيه ابطال الدوري والبطوله الكونفدراليه، وكنا دايما الحصان الاسود، وطول عمر نادي مصر المقاصه هو مصنع النجوم وتخرج منه نجوم كبار، نتشرف بانهم لعبوا للنادي الاهلي ونادي الزمالك وكبار الانديه داخليا وخارجيا. تمام تمام يا فندم. كنا ولا زلنا من احسن الانديه اللي اتعاملت في بيع وشراء اللاعبين، وتم بيعهم باعلى الاسعار، منهم جون انطوي وتراوري واحمد الشيخ وميدو جابر وايمن حسني وعمرو بركات ومحمود وحيد ومحمد ابراهيم، الى ان وصلت الى اغلى نجوم نادي مصر المقاصه وهو جوهره النادي اللي هو حسين الشحات. وان انا قلت بلغت القيمه البيعيه
طبعا انا اخطات في التعبير، لان انا كان قصدي اقول ان بلغ القيمه البيعيه الى نادي العين بان احنا اعرناه بمبلغ 600,000 دولار لمده 6 شهور، ثم تم بيعه الى نادي العين بمبلغ 4 مليون دولار، ثم تم بيعه من نادي العين الى النادي الاهلي بمبلغ 80 مليون جنيه، ومؤخرا الثاني فقط 80 مليون جنيه. تمام. هنا تمام. في الحسبه لو على ما تحصل عليه اللاعب ووكلاؤه اصبحت قيمته البيعيه 185 مليون جنيه، وكنت اقصد هنا بانني بتخب بابن نادي مصر المقاصه بقيمته البيعيه زي نادي المولود العرب بيتخب بنجوم وابننا محمد صلاح. صحيح. وانا بوضح بانني لم اقصد اطلاقا قيمه شراء النادي الاهلي للاعب. الرجوع للحق فضيله. يعني في اخطاء لم اوضح معك صدق. والحقيقه ان النادي الاهلي اشتراه بمبلغ 80 مليون جنيه من نادي العين. وانني كنت في حاله دفاع عن قيمه نادي مصر المقاصه، وهو نادي محترم ونادي شرفاء ونادي ما زال موجود ضمن ارضيه الدوري الممتاز. نفتخر باننا نقول بان مقابل لاعبين ومصنع نجوم وسيظل باذن الله يقدم قيمته على اعلى مستوى. كان لزاما علي المداخله من اصدقائي الاعزائي الافاضل المهندس عادل القيعي الاستاذ ابراهيم البنيسي لتوضيح الحقوق الحقيقه والامور، ومش عيب ان انا اقول اخطات في التعبير، والرجوع للحق فضيله. الرجوع للحق فضيله. نعمل فضيله والله يا ساتر. وانت رجل فاضل بهذه المداخله، لان الحقيقه البعض استثمر هذا الرقم لاحداث مشكله للاعب اما يتقال. ولذلك انا حتى كان ليا تعليق اعتقد انه كان طريف، يعني ان الدولار اتحسب ب 37 جنيه يعني. عندنا فؤوس يعني. فانا حتى في الاخر فطنت، ربما تكون الغلطه، وانا قلت كده ربما تدوير اللاعب اكيد في حاجه غلط. ما علينا، احنا اهم حاجه ان الناس تعرف الحقيقه وتعرفها من الحقيقه. بس ليه اعتاب على اخويا الاستاذ ابراهيم البنيسي؟ اتفضل اتفضل سياده اللواء. ان لا يمكن باكر سليم يكون بيقصد ابدا الاساءه. لا طبعا. اللي خدوها بعض الاعلاميين ولا ممكن احنا خالص يكون قصدنا الاساءه لحضرتك طبعا. وقالوا كلام مش مظبوط، ولكن انا انت قلت حته مهمه في الغربال. بان اصدقائك و اللهم اكفني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم. فانا من الاصدقاء ولا يمكن طبعا طبعا الأعداء. لا انت من يعني خيره الاصدقاء والله. يمكن تعرضنا لحضرتك بالذات، لان مواقفك دائما كانت مواقف موضوعيه ومحترمه، فاحنا اتخضينا. بس لان كمان دي تعمل مشكله للاعب، وتعمل مشكله ان النادي ازاي يدفع المبلغ الكبير ده. فاحنا الحمد لله ان اللي قلناه كان هو يعني في الحقيقه والصدق، والحمد لله ان هناك من الشجاعه والرجال الشجعان من يعترفون انها كان خطا ودلت لسان. ومن الارض نحمد الله ان احنا برضو من العدل ان احنا كنا اتحنا لحضرتك الفرصه فانصفتنا هذه الاتاحه بانك سيادتك اقريت ان احنا اللي قلناه هنا هو الحقيقه، وان اللي قلته حضرتك كان خطا في التعبير. وهذه شجاعه نشكرك عليها، ونرجو ان الملف ده بقى الناس تتداوله على حجمه وحقيقته، والا يبقى فيه غرض والغرض مرض. وانا شرف ليا ان انا اتدخل معاكم، لان انا كان ليا برضه موقف، ويمكن انا تدخلت لما وصلت المرحله من الاساءه للكابتن محمود الخطيب الراجل المحترم، وكان في عز وجود الناس اللي اساءوا له، وطلعت وقلت انا بعتذر. ده صحيح. الرمز المحترم ده صحيح. عن نجوم نادي الزمالك بالكامل للشخص العظيم الكابتن محمود الخطيب، ولكم كل التحيه والتقدير. وانا بعتذر للمره الثانيه، لان انا لم اقصد هذا الكلام اطلاقا. شكرا سياده اللواء. يعني دي شيم الكبار. شكرا جزيلا لحضرتك على هذا التوضيح المهم. اللواء بكر سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصه، واعتقد وضح لحضراتكم حقيقة ما قيل قبل كده على قيمة صفقة صلاح محسن حسين الشحات. ويبقى دائما وأبدا القول الحق هو الأساس. بص أستاذ إبراهيم، هذا نموذج لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات
المحترمة في الوسط الرياضي. اه احنا مش عايزين انها تتبني على المجاملات، ما انت ممكن واحد يخش يجاملك بالظبط، لكن هو لما يجي يقول لك يعترف بشجاعة يقول لك والله خانني التعبير. أيوة. لا الحقيقة هم 80 مليون مش 185. ها هو كده بيرسي قاعدة كمان، ان اولا بيأكد ان احنا ناس لا نتقول بالباطل ودائما نلتزم بالموضوعية والحقيقة. تاني حاجة هو بيتسم بالشجاعة والسلوك الرياضي القويم، فلابد أن يحيى ولابد أن ندعم مثل هذه القيم والعلاقات. ده كان كلام مهم جدا. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل واحنا كملنا كلامنا المخرج عايز فاصل، هنطلع لفاصل ونشوف ماذا في الغربات. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، طالما الاهلي عنده هذا الحرص الدائم على دوره الوطني اللي تاسس بسببه ودايما وابدا عنده هذا الحرص الشديد على اداء المهام الوطنيه العليا، واعتقد حضراتكم بقيتوا متابعين كويس قوي للاسهام التاريخي والحضاري للنادي الاهلي في تاريخ الرياضه المصريه كلها منذ بدايته. عشان كده كان هناك كلام كثير في الغربال، الدور والمسؤولية والحقوق المعطلة. أما الدور فهو الدور للنادي الأهلي، دور الأهلي في خدمة مجتمعه، في خدمة وطنه، في الإسهام بأفضل العناصر وأكثر العناصر في خدمة المنتخبات الوطنية من واقع مسؤوليته العامة والوطنية. معرفش متوفر للبعض أرقام اللعيبة الدوليين اللي النادي الأهلي بيقدمها للمنتخبات في كل الألعاب يا باشمهندس. أنا رفلي كده حسبتها وحسبتها من واقع أرقام يعني رسمية. أيوه. طلع إن الألعاب الفردية تساهم بحوالي 125 لاعب أو أكتر. أوه. ما بين سباحة، ألعاب ماء يعني. ألعاب ماء عندك فيها 27 لاعب دولي من الأهلي. وألعاب قوة حوالي 22 23. ألعاب القوة لو خرجت من النادي الأهلي تموت. 22 لاعب دولي من النادي الأهلي. 27 لاعب. و27 لاعب من الكاراتيه. من الكاراتيه. ثلاث ألعاب فقط. وفي ألعاب أخرى طبعًا ما لحقتش أجيبها، لكن مثلًا تنس الطاولة. 9 لعيبه المنتخب كله تقريبا، ولاد وبنات تقريبا يعني معظم المنتخب. ايوه زائد بقى التصنيف اللي بتوصله اللعبه. تنس الطاوله انت بتتكلم على فوق 90% من عناصر التنس والسكواش اربع خمس لعيبه ست لعيبه يعني. وحتى يعني مش الكم بس، الكيف كمان. الكيف لما انت عندك ميار شريف النهارده، ميار شريف مصنفه عالميا في التنس. صحيح هي دلوقتي برعايه الرعاه تمام بره مصر، لكنها تبقى بنت لكن الاهلي. لكن هو هذا ما يقدمه ملاعب النادي الاهلي. وانا ليه بقول ملاعب النادي الاهلي؟ ايوه لان الحقيقه هناك مبدا، اعطيني ملعبا اعطيك بطلا. فالنادي الاهلي حريص جدا جدا على البنيه التحتيه، حريص. ولذلك تبص تلاقي ان اول ما المجلس جه الحالي قاد حمله مش انشاء ملاعب جديده فقط وتطوير القديم. ايوه فاصبحت في عندك قاعات جمباز على اعلى مستوى. ايوه اصبح عندك قاعات للالعاب النزاليه، المارشال ارت اللي بيسموها، الكاراتيه والحاجات اللي هي عندك التانية. اصبح عندك ملاعب تنس باعداد على الافرع كلها تسمح بان مش ما تبقاش فقط للممارسه أو فقط للبطولة، لا تستوعب للبطولة والممارسة للأعضاء. حمامات السباحة وتطويرها في مدينة نصر بإنك وأنت بتهيئ أحسن السبل للعيبة بتوعك السباحين والفرق الرياضية. شوف صالة تنس الطاولة دي اللي أنا بكلمك عليها دي تحت مجمع حمام السباحة في مدينة نصر. مفيش حاجة كده في العالم، مفرخة أبطال من يوميها انت في حته تانية بالظبط. لعيبتك بتنافس بعضها الثلاث مراكز الاولى في افريقيا والبطوله العربيه بتاع، حتى في افريقيا والبطوله العربيه. انت عارف هانا جوده عملت ايه الاسبوع اللي فات؟ سيبك بقى من افريقيا كمان، ان بطوله الجمهوريه تحت 17 الحضيبي وهانا جوده اول وثاني افريقي. لا ده هانا جوده
15 17 19 سيدات. اه اذا انت بتعمل حاجات وبتقدم لوطنك مش منا ولكن بفخر. ايوه احنا اللي بيتمنى علينا. ايوه ان منتخب مصر بيلاقي ضلته عندنا بالزبط. احنا اللي بنفرح. انا يعني كل ما بسمع الصديق العزيز معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاوله في كلامه عن الاهلي ودوره في تنس الطاوله، ما شاء الله، يعني تقدر تقيس فعلا حجم اللي الاهلي بيقدمه للعبه. كل الامكانيات دي ما امكانيات وفرها النادي الاهلي من موارده. ايوه ولكن احيانا وهذا هو المطلوب تتدخل الدوله تدعمك في بعض المنشآت. ليه؟ لانك انت مواردك قد تاتي لحظه موجوده ومش موجوده. هقول لك اللغز ده بس شويه لان هو ده مربط الفاصل. طيب الفرس يعني هقول لك حاجه بس معلش. المبنى اللي هو الاداري الوزير السابق خالد عبد العزيز مجمع السكواش تقصد؟ مجمع السكواش في الجزيره. في الجزيره هو كان رئيس صندوق الاهلي وانا كنت بتكلم معاه، ما ساعدونا احنا عايزين نشطب المبنى ده وبتاع. ففي الوقت ده جه وزير فاكتشف ان في حقوق للنادي الاهلي في البث والرعايه والمش عارف ايه معطله لان كان وقتها بالوزاره الماليه بتدي اتحاد الاذاعه والتلفزيون، واتحاد الاذاعه والتلفزيون بيوزع عوائد البث. ايوه فما كانتش بتوصل للانديه. دي المبنى بتاع الشيخ. لا ده الشيخ زايد بيعمل اربع صالات، حاجه مرعبه هنشوفها كمان شويه. فادانا حاجه و21 مليون متاخرات مستحقيه. ما هو ده دعم، اما يديك حقك ده دعم. ايوه وساعدنا بحوالي 11 مليون ولا 13 مليون مش متذكر في استكمال خالد عبد العزيز المبنى الاداري، وادى للزمالك 23 مليون عشان يعمل بنيته التحتيه، وهو ده ادي كل الانديه في استثمار البنيه التحتيه. بالظبط بالظبط. انا بقول لكش اديني عشان اصرف مكافئات، انا بقول لك اديني اطور. شوف الملاعب عامله ازاي. شوف الملاعب عامله ازاي، ودي تستخدم. شوف كيف يمارس الاعضاء و ابنائنا واكاديمياتنا الرياضات المختلفه. لما يكون النادي الاهلي له 210 مليون جنيه مستحقات لدى الراعي 210 مليون ما هو دول انت عايزهم عشان تصرف. بالظبط. فيبدو عشان تفي بالتزاماتك. ابص حمام السباحه عامل ازاي، 210 مليون زايد. شوف المنظر شوف المنظر، شوف ادارات البنوك كل دي منشآت جديده. ما هو انت وانت بتبني البطولات وبتبني الملاعب بتبني خدمات الاعضاء، ما تقدرش تاخد فلوس الاعضاء يعني معظم، عشان كده بقول لك بتصرف على الاعضاء دلوقتي. ايوه فاديني الرعايه واديني البس عشان اقدر اصرف على منشآتي. 210 10 مليون في 150 يستحقوا فورا، وفي 60 ممكن يعني على اخر السنه يبقوا مستحقين. دي مستحقات الاهلي لدى الشركه لحد اخر السنه في 150 النهارده متاخرين، كان لازم اكون واخدهم. طب ما انت بتروح لنادي اخر منافس بجهد مشكور، ما بنقولكش ليه بتعمل كده، ده احنا عايزينك تعمل كده مع الكل. اديته مش بس مستحقات السنه دي والسنه الجايه، مش من جزء من جيبك لكن الجزء الاكتر من مستحقاته لدى المستقبليه الرعاه وبتوع البس. طب ساعدني عند الرعاه وبتوع البس كمان. اديني حقي. هقول لك حاجه. ما احنا عليه التزامات. ده نادي اعتقد ده يا الشيخ زايد. ايوه دي الصالات المغطاه. ايوه اعتقد الشيخ الشيخ زايد. الشيخ زايد انت شفت البلكونه بتاعت بيتك ودي على وشك. انا دي قدامي تحديدا يعني. انت شفت البلكونه بتاعتك. انا عايز اقول لك ان المقاولين ده منهم حاجات تابعه للدوله، الهيئه الهندسيه. هو ده بقى اذا كانت الدوله الشركات المنفذه ليها فلوس عندنا. ليها فلوس. طيب ما الشركات الراعيه او حتى وزاره الشباب والرياضه، لانه تساعدنا ليه ده الشركات الراعيه حتى وزاره الشباب والرياضه جزء من دورها الرئيسي دعم الانديه على ملاعب سكواش ازاي تقدر تطور وتنشئ البنيه التحتيه الخاصه بيها. وزي ما المهندس عادل اشار انه ده حصل للاهلي وللزمالك من قبل ايام المهندس خالد عبد العزيز، ومؤكد الدكتور اشرف صبحي يعي هذا الدور المهم للنادي الاهلي.
حضرتك يا سيادة الوزير وجه هذا الدعم الإنشائي مباشرة إلى الهيئة الهندسية في القوات المسلحة. احنا بنناشده أن يساعدنا أن ندفع التزاماتنا، مش عايزين فلوس تخش النادي الأهلي حتى. سدد للهيئة الهندسية عشان الناس جزء تكمل من مستحقاتها تجاه النادي للوفاء بالالتزامات الكبيرة جدا في هذه البنى التحتية الضخمة. عشان الناس تكمل شغل، ما هم برضه هم عندهم ليهم مستحقات وعليهم التزامات. طبعا. المقاول ده مش هشتغل لك لسواد عيونك. لكن ما يبقاش ديك فلوس وانت مش عارف تسدد التزاماتك. ليه 210 مليون جنيه؟ وبعدين في حاجات بسيطة، يعني في حاجات بسيطة، حاجات بسيطة جدا. أنا كسبت بطولة أفريقيا، كسبت مش عارف إيه، كسبت بعض البطولات الإفريقية، الوزارة بتدي مكافآت. دعم للنادي على الوفاء. مش دعم، مكافأة. على الدعم ده، دي مكافأة أداء، لأن بتلعب باسم مصر، أنت يعني بتحقق شيء. كل هتقول لي اللايحة والأعراف، لكن عندما العرف يستمر والبطولات تستمر ويكون الصرف مستمر، لم يحدث غير مرة واحدة أيام الكابتن طاهر أبو زيد انه منع الجائزه بتاعه بطوله افريقيا عن النادي الاهلي، وكان ليها اسبابها الشخصيه. لكن دلوقتي احنا بنناشد السيد وزير الشباب، يعني اي حاجه تيجي دلوقتي كسيوله هتساعد النادي الاهلي انه يلحق يخلص ويلحق المنشات دي تستكمل لصالح النشء والاعضاء وحتى الرياضه المصريه. وهو الكلام الحقيقه يا جماعه، حتى في جزئيه الدور والمسؤوليه والحقوق المعطله، احنا بنتكلم على حقوق الاهلي لما يؤدي ياخد البطوله الافريقيه التاسعه وياخد العاشره ولا يعان او يكافئ من قبل الوزاره، في الوقت اللي المهندس حسن صقر اللي الناس بتذكره بكل خير ومن تلاه الحقيقه حتى المهندس خالد عبد العزيز فضلوا حريصين على دعم الاهلي انشائيا ومكافاته افريقيا لما بيحقق بطوله، وده مش للاهلي بس، لما الزمالك ياخد بطوله قاريه، لما بيراميدز يقطع مشوارا في البطوله الافريقيه، بيبقى في اعانه لدعم مسيره هذا الفريق، وده بيحصل في كل الظروف في كل الدول حتى الافريقيه والعربيه. انت في النهايه بتمثل بلدك، بتسعد جماهيرك، بتحقق القاب. فلما الاهلي يحقق التاسعه والعاشره ولا يكافئ لا لاعبوه ولا ادارته، لا يبقى الكلام للوزير الدكتور اشرف صبحي هنا تحتيه خط شويه. على فكره عشان برضه للانصاف، الراجل لم يتوانى ان يكون موجود باستمرار في اللحظات المهمه للنادي الاهلي، متفاعل ويشيد. وهو اكتر واحد شايف عن قرب ومستوعب. ربما الاجراء الروتيني يكون متعسر، نظره كده تستعجل لنا الامور علشان الحقيقه، لانه الحقيقه يعني الالعاب، انا قلت لك الالعاب الفرديه حوالي 140 150 لاعب في المنتخب، لاعب ولاعب. الالعاب الجماعيه، الالعاب الجماعيه سله وطايره ويد للمنتخبات، غير كره القدم في المراحل السنيه المختلفه، غير كره القدم. ده كره القدم دي لوحديها يعني موضوع تاني. فاحنا عايزين عشان النادي يستمر في رسالته باذن الله، ان ما يبقاش ياخد حقوقه، بايخ ان كتب عليك فلوس وانت ليك فلوس. ليه فلوس كتيره يعني. انا بالعكس، انا ممكن الجا للوزاره اقول لهم ادعمونا، احنا ما عندناش مالناش مستحقات، بس علينا التزامات في البنيه التحتيه. ما هو انت ممكن تدعمني في منشاه. انا مش بص، انا الاوان ان الدوله فعلا مواردها تبقى في المنشات مش في حاجه تانية، وتوجه الاعانه للجهه المنفذه. فاحنا مباشره وليه لا، ابعت للهيئه الهندسيه، ابعت لك المستخلص واديله المستحقات، بس سدد للهيئه الهندسيه مستحقات الطرف النادي ده. فريق اليد اللي فاز ببطوله افريقيا مؤخرا، وزي ما يعني الناس ما تعرفش انه النادي الاهلي بيرعى من الرياضيين اكتر من 5000 رياضي. بصوا الدور حجمه قد ايه، أكثر من 5000 رياضي في مختلف الألعاب بيرعاهم النادي الأهلي، بينهم العناصر الدولية في كل الألعاب تقريبا النسبة الأعم والأغلب، في ألعاب قائمة على أبناء النادي الأهلي، وده ليس منا ولا سلوى من النادي الأهلي، ده الدور الطبيعي اللي بيأديه، بس لما يأديه حقه ياخد مستحقاته عشان يقدر يفي بالتزاماته، التزاماته تجاه لعيبته وتجاه منشآته. لانه فعلا هنشوف دلوقتي جانب من هذه المنشآت اللي اعتقد جازما انه ما في نادي خلال الاربع سنوات اللي انقضت نفذ اجنده انشائيه في دعم البنى التحتيه الرياضيه في مصر اكتر ما فعل النادي الاهلي ومجلس ادارته. اظن
لو تابعنا الكل مش هنلاقي في نادي اشتغل في الاربع افرع تقريبا انجز بشكل شبه كامل فرع التجمع الخامس خلال هذه الدوره فقط. طور الجزيره على افضل مستوى، وصل مدينه نصر الى ابهى صوره وافضل منشاتها، وشغال في الشيخ زايد بالشكل الكبير الشامل. صالات لما تشوفوا صالات الجمباز وصالات الالعاب الاخرى والكاراتيه اللي بتنشا في الشيخ زايد مفرخه ابطال جديده. عشان كده لما اجي اقول انه في 27 لاعب ولاعبه من ابناء النادي الاهلي في منتخب الكاراتيه، اللعبه اللي دخلت الاجنده الاولمبيه وجيانا فاروق حققت لنا فيها ميداليه ذهبيه فضيه، ده مش من فراغ، او برونزيه، ده مش من فراغ. عندك معمل تفريخ لكل هذه الالعاب. ده اللي النادي الاهلي بيقوم بيه وبيأديه، يبقى مستحقات النادي عشان يقدر فعلا يستكمل هذا الدور ويفيد المنتخبات الوطنيه بالرساله اللي هو بيأديها. خاصة ما يتعلق بالبنى التحتية اللي المهندس عادل أشار إليها، دعم البنى التحتية، دعم الصالات والملاعب، دعم المنشآت، عشان فعلا النادي يقدر يؤدي دوره. لأن احنا حتى لما بنتكلم على الإنشاءات الرياضية أو الدور الرياضي أو الأجندة الرياضية اللي فيها أكثر من 5000 رياضي، لا يفوتنا الدور الاجتماعي المهم. ما أنت عندك في مسؤولية رعايتك الاجتماعية أكثر من 300,000 أسرة بترتاد مقرات النادي المختلفة. دورك في تهذيب سلوك الشباب، دورك في تربية النشأ، دورك في دعم القيم الرياضية ودعم الإحساس الوطني لدى كل هذه الأسر وأبنائها، ده دور اجتماعي ورياضي مهم جدا النادي بيأديه في كل مقراته. يبقى فعلا الحديث عن هذه المستحقات اللي محتاجة أنها تؤدى علشان تقدر تدعم فعلا هذا الدور والمسؤولية الوطنية يا باشمهندس. يعني هي مناشدة وبإذن الله، يعني أنا متأكد إن أنا هحتاج صداها، لأن أنت مش عايز حاجة، أنت عايز تخلص شغلك وعايز الناس تاخد حقوقها مش أكتر من كده، ولديك مستحقات. وإذا كان هناك بعض المكافآت يعني مشكورا سيد الوزير بإذن الله، بس يديها نوع من الوقت البسيط اللي الله يكون في عون مشغولياته يعني، إنما بإذن الله يجد وقت يقدر يعني يبص النادي الأهلي كده ربع ساعة يخلص المشاكل دي بإذن الله. على فكرة حتى الدور الكبير اللي الأهلي بيلعبه كتير لما بيستلفت نظر واهتمام كبار الكتاب والمفكرين. يمكن استوقفنا الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي الكبير في مقالته في مصر اليوم بالأمس ليفربول والأهلي، ولما عبد المنعم سعيد أو الدكتور عبد المنعم سعيد مع حفظ الألقاب يهتم بظاهرة رياضية اجتماعية مؤثرة في حركة المجتمع، اعرفوا أن دي مسألة مهمة جدا. يتحدث الدكتور عبد المنعم سعيد رابطا بين ليفربول والأهلي ودور كل منهم في اسعاد جمهوره وايضا في تجاوز كبواته، وبيقول انه اللي حصل لليفربول حصل للاهلي، انه ما في فريق هيحقق كل هذه البطولات الا لما الكيرف بتاعه او المؤشر ينزل عشان يعاود الصعود مره تانية وفقا لحركه النشاط الرياضي او الانسان الطبيعي. فبيربط بين الاثنين الدكتور عبد المنعم سعيد في مصر اليوم، وبيقول فيما سوف ياتي قد يكون متقدما عن هو معتاد، وهو ان ما نحن بصدده هو الرياضة المصرية وليس كرة القدم، والتحديث والتقدم في مصر وليس الأندية، والدافع لهذه النظرة هو الاعتقاد أن مصر في مرحلة من التحول الشامل الذي يضع كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في منظومة الانتقال بالدولة كلها من صفوف الدول النامية إلى عالم الدول المتقدمة. ما شجعنا على هذا التوجه أكثر كان حضوره ندوة خاصة بالاتحاد الثقافة الرياضية حول الإعلام المصري بين المهنية والترند للأستاذ أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية. بيشير الدكتور عبد المنعم سعيد على ما حدث فيها، ثم يعاود الحديث عن الأهلي وليفربول مقارنا بين الاثنين واللي حصل فيهم، ومؤكدا على أنه مؤكد أن مثل هذه الأندية الكبيرة سرعان ما تعاود التقدم من جديد. ده كان أهم ما تطرق إليه الدكتور عبد المنعم سعيد في مقالاته اللي قلت لحضراتكم عليها، عشان يأكد على دور الأهلي المهم في خدمة مجتمعه ووطنه. ده كان أبرز ما في الغربال. هنطلع لفاصل، بس بعد الفاصل في ناس هتتمسك من عظمة لسانها. أهلا بحضراتكم جديد، وما تخافش على الأهلي أيضا طالما الأهلي بيأدي الدور بكل مسؤولية وينتظر الوفاء بالحقوق المعطلة. لكن مع هذا يبقى هناك كلام كثير ب
بعضمة لسانه فتبينوا. تاني، لأن أنا أذكر في حلقة سابقة كنا قلنا فتبينوا، في دعوة للجميع في الوسط الإعلامي إلى تذكر المبدأ المهني المهم والواضح والصريح والأخلاقي، ضرورة التباين والتوثق والتثبت من أي أخبار بتتقال، خاصة تمس ناس وتمس لعيبة وتمس علاقات بين الأندية وتمس حاجات كتيرة قوي، والناس تستسهل إن هي تقولها ومش واخدة بالها إن هي فعلا بتهز علاقات كبيرة متينة. كان من ضمن هذه الأمور يا باشمهندس ما راجع مؤخرا إلحق الوحدة الإماراتي هيخطف بيتس موسيماني من الأهلي، وانتشرت وناس كتيرة رغت وعادت وزادت وكتبت ونشرت وبرامج ناقشت ده، ومحدش تبين، محدش حاول، رغم ان الامارات مش بعيده والوسائل الاتصال ما هياش صعبه، والوحده الاماراتي عنده موقع رسمي وعنده ادارات مسؤوله تقدر تقول تاكد او تنفي. كابتن احمد شوبير الحياه تعرض لكل اللي اثير عن اتصالات الاهلي مع الوحده الاماراتي واراد ان يتبين من الوحده نفسهم. نشوفه. في اخبار كده دايما انا ببقى يعني مش مطمن لها، يعني لما يتقال ان نادي الوحده الاماراتي بيتفاوض مع موسيماني موافق، لكن لما يتقال وعرض 5 مليون دولار هنا مش موافق، لان انت بتتكلم في 5 مليون دولار، انت بتتكلم في حوالي نص مليون دولار في الشهر مرتب، يعني ما عداش عليا الامر كده ببساطه يعني، وبالتالي فبعمل اتصالات. اولا هم عندهم مدرب محترم قوي تينكات، ده مدرب من المدربين الكبار. ثانيا مش ده البادجت بتاعهم، ده كده عالي قوي، الارقام دي كبيره جدا جدا على نادي الوحده، يعني مش هو نادي غني ونادي جميل وكل حاجه، لكنهم ما بيدفعوش الارقام دي ولا حتى غيره من الانديه، يعني ما بيدفعش 500,000 دولار مرتب لمدرب يعني هناك. فالموضوع اعتقد انه اترمى عن طريق حد من الوكلاء، اتصور كده يعني، ده تفسيري. موسيماني لسه عاده ينتهي بنهايه السيزون، في لعبه، في حاجه انا مش فاهمها يعني، في حاجه كده مش قادر افهمها بصراحه يعني. بس انا بقول لحضراتكم خدت مصادر قريبه من اصحاب القرار في الامارات، قالوا لي لا، في النادي الوحده ما بيفكروش بالشكل ده، بيفكروش بالطريقه دي يعني. في حاجة مش مفهومة، هي حاجة مش مفهومة مفهومة. في حاجة مش مفهومة مفهومة. مفهوم إن في ناس يهمها إنها تصطاد أي لحظة عشان تجسد إن في خلاف، طب عايز يدعم هذا الخلاف يبقى موسيماني بيدور على حتة تانية. واخد بالك؟ والأهلي في المقابل بيدور على حد تاني. فالكابتن شوبير لأنه مخضرم بيتحرى وبيروح للمصادر عشان يعرف حقيقة الأمور، فهي مش هتخرج زي ما بيقول عن شغل وكلاء وبعض مواقع السوشيال ميديا. طيب كابتن شوبير قال أكيد الوحدة مش هيسكتوا، عندهم آلية وعندهم فرصة وعندهم مسؤولين يقدروا يوضحوا. وقد كان الأستاذ راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم في نادي الوحدة الإماراتي عمل فيديو يوضح فيه الموقف. هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولا صار فيه أي اتصال بيننا وبين أي شخص أو مدرب. احنا ثقتنا في مدربنا الحالي موجود ثقة كبيرة، وما عندنا أي نية لتعديل أو تغيير في أي شخص بالكادر التدريبي. والشخص هذا المدرب اللي تكلموا عنه هو مدرب النادي الاهلي، واحنا ما اعرف كيف يربطون بين اسماء مدربين او اشخاص، ولكن احنا لسنا على اي اتصال مع اي شخص او مدرب غير مدربنا الحالي. هذا المدرب فقط في النادي الاهلي، وهو مدرب، ونتمنى له النجاح ونتمنى للنادي الاهلي النجاح، ولا لدينا اي نيه في تغيير المدرب. وأرجو أن لا تسمعون لكلام السماسرة ولكلام أي شخص ثاني، لأن الكلام المكتوب اللي تسرب كلام غير منطقي ولا له أي أساس من الصحة.
فارجو ان لا تشغلون بالكم في الموضوع هذا. واحنا والله يعني هذه الامور نحن صراحه هذه من الاخبار اللي الواحد يضحك عليها، لان امور يعني ما في واحد يفكر في بالتفكير هذا اللي موجود. يعني من مدرب في النادي الاهلي والله ويستلم ما ادري كم مبلغ، ولا بيروح النادي الواحد بمبالغ مثل هذه. ارجو ان لا ننساق وراء الاخبار اللي ما لها اساس. واحنا النادي الاهلي نكون له كل احترام وكل الانديه المصريه، واذا عندنا نيه نتكلم مع اي شخص في النادي الاهلي او في نادي اخر راح نروح على طول على النادي ونتكلم معه، ولكن الاساس هذا لا اساس له من الصحه. وارجو ان لا ندخل في مهاترات او مزايدات على اي شخص. النادي الاهلي لكل الاحترام واتمنى له التوفيق، وان شاء الله المدرب هذا يتوفق معه، وشكرا جزيلا. طيب ثلاث ملاحظات استاذ ابراهيم. تقديم استاذ راشد الزغابي انه رئيس شركه كره القدم. لازم نتوقف اخواننا، الناس ليه طورت وليه اتحركت بسرعه؟ لان هناك اتحاد فرض اسلوبه انه يكون داعم للكره مش لانديه ولا الافراد، فقرر ان ينفذ تعليمات الاتحاد الدولي بدري فكل الانديه شركات. تمام. وهذا ما لم يفعله الاتحاد المصري الذي أنشأ الاتحاد الإفريقي وأعرق الاتحادات على مستوى العالم، واحد من أعرق الاتحادات، واللي كان الناس كلها بتتعلم من كوادره أصبح النهاردة يعلم ولا يريد أن يفعل الصواب. مفيش لا اتحاد جه سابق أو لجنة حالية خد السكة دي. وأنا بقول لك بكرة تسمع المشاكل، لان انت برضو جيت تطور، جيت تناقش، جيت تغير، ما عرفتش تعمل حاجه من خلال رابطه الانديه، لان ما اشتغلتش الاول بالمانيوال وحطيت الاختصاصات وانشات الكيان عشان يبقى كل واحد ياخد ويجري. ما زلنا بالعلاقات بنوصل لنفس القرارات بنفس المنهج. طيب دي واحده، ومش هنتكلم بقى في الشفافية المالية والتراخيص والعيب قوي قوي، ويمكن الاتحاد الدولي والله بيعين لنا اللي جان لأنه شايف إن إحنا مش ملتزمين. طيب التانية إنه قال لك هو أنا مش نادي وعندي مصالحي. هو أنت ببساطة تطلع الإشاعات كده وكأنه عايز يقول اللي طلع الإشاعة هنا من مصر، ألا تدرك إن أنا عندي أجهزتي وان انا داعم لاجهزتي شغاله، وان انتك بتصدر لي مشكله بلا مبرر بالكذب اللي انت بتقوله بالافتراءات والاختراعات اللي انت بتقولها عشان تعمل مشكله للنادي الاهلي. ما لا تكترث انك بتصدر مشكله ايضا لنادي الوحده بمثل هذه الاخبار المدسوسه، وقال لا نيه لنا في مناقشه هذا الامر، لدينا اجهزتنا. النقطه الثالثه قال احنا بنحترم الانديه كلها والعلاقات، ايه اللي يخليني اتفاوض مع مدرب شغال في نادي زي النادي الاهلي؟ هذا الكلام بيوضح ان احنا البعض عندنا يتنفس الكذب. طيب. للاسف الشديد علشان فاكر ان دي شطاره وفهلوه ويقدر يعمل مشكله للنادي ما بيحبوش. هذا اسلوب يجب الحساب عليه. كفايه وانت لسه بتديني خبر دلوقتي. على فكره شوفوا رئيس شركة كرة القدم في نادي الوحدة قايل الكلام ده من يومين، وحط فيديو رسمي على حساب النادي يأكد أو ينفي كل ما يتردد في وسائل الإعلام المصرية. ألاقي النهاردة أو امبارح المصري اليوم ما زالت مستمرة أو مصممة على الأهلي يستقر على بديل الموسيماني، والكلام برضو على الوحدة الإماراتي، رغم أن الراجل رئيس الشركة قال لك يا جماعة احترموا أن احنا عندنا أجهزة شغالة. ما اعرفش، مش يعني مش قدامي دلوقتي الواضح، لكن بيقول لك احترموا ان عندي ناس شغاله، احترموا ان في ناس اجهزه بتشتغل، ومع هذا يكون الامر مستمر ومتواصل على الزج باسم الاهلي وهز ثقه لعيبه الاهلي بموسيماني وعلاقات الاهلي حتى مع الوحده الاماراتي اللي الراجل كان حريص عليها وعلى نفيها. لكن هو هل مستر بيتسو موسيماني موقفه من الاهلي وراي حتى الفنيين في استمراره؟ كابتن علاء عبد العال المدير الفني السابق لاكثر من نادي
الرأي في جدوى استمرار بيتسو موسم يعني؟ هاخدك للنادي الأهلي. وانت يعني راجل من ناشئين النادي الاهلي. موسيماني حقق بطولات كتيره، ورغم ذلك في الفتره الاخيره في انتقادات شديده جدا موجهه ليه. رايك ايه في الانتقادات دي؟ يعني انا كنت دايما وما زلت مؤيد لموسيماني كمدير فني، حقق بطولات للنادي الاهلي، عمل شكل كويس للنادي الاهلي، له فلسفه في الاداء واللعب، انما لازم عنده تنوع. يعني لو اتحفظ شكل النادي الاهلي قفلت قلب الملعب العمق، هيجد صعوبه جدا في احراز الاهداف. فانت كراجل ماسك النادي الاهلي لازم يبقى عندك تنوع في اثناء المباراه او رد فعل او رد فعل. يعني اما هو اصل شوف احنا مش محتاجين، يعني ده راي كويس وراي راجل فني ومن خارج الاطار ومن خارج الصوره، لكن احنا في قراراتنا استاذ ابراهيم وفي تعاملنا فيما يخص ادارتنا احنا ما بنستناش الاراء الداعمه، غير بنقول لجماهيرنا خدوا بالكم كيف يرى الفنيون هذا الرجل بالزبط. بس مش اكتر، لكن قرار النادي الاهلي عنده عارفه ولا جديد في هذا الامر، لانه النادي الاهلي بيشتغل بشكل مؤسسي وليس عنده يعني ما يستوجب التوقف والعلاج، لان في انهيار كما يريد البعض ان يصور. فبإذن هو النادي الاهلي عمل ايه؟ طب عمل ايه السنه دي؟ اللي هو عايزين يفهموا ان بيسحب الثقه من موسيماني. ما جاب له التدعيمات اللي هو عايزها على اعلى مستوى، الناس اشادت بالتدعيمات اللي عملها النادي الاهلي. لولا يعني قناعته بان الراجل ده عامل مشروع وعامل تصور لبكره، ما كانش هيصرف هذه المصاريف ويجيب له الاسماء تحديدا اللي هو عايزها. طيب جزء من حرص الاهلي على استقرار فرقته تجديد عقود لاعبيه، ومع هذا الحق علي معلول رايح فين؟ رايح الدحيل القطري، وان الدحيل ما سكتش او ما اكتفاش بفرجاني ساسي، لا ده عايز ياخد علي معلول. هل فعلا هياخد علي معلول؟ كاسترو المدير الفني للدحيل القطري تحدث لاون تايم، هل فعلا هياخد علي معلول ولا لا؟ ما تردد انه اللاعب المصري او اللاعب التونسي المحترف في الاهلي المصري علي معلول انه في مفاوضات مع الدحيل؟ لا توجد مفاوضات مع، اعتقد اجابه حضرتك بتقول كده. عايز اقول ان السكواد بتاعنا اتقفل. عدم الاستقرار ساعات بيحصل في الانديه بسبب الاخبار اللي بتتداول ديت ما بتكونش صحيحه. فمجال المعلومات محتاج يكون فيه مصداقيه اكتر ويصدروا معلومات صحيحه. انا بفهم من ناحيه ثانيه ان في ناس بتنشر بعض الاخبار عشان تكون شيقه، لكن هي ما لهاش دعوه خالص باللي بيحصل في الانديه. ان اللاعبين والمدربين ما لهمش دعوه بالاخبار اللي بتلف ديت. ما يقوله كاسترو عايزين نتوقف قدامه، لان عندي سؤال بعديها. يعني قال لك استقرار الانديه لا يستحق ان يتم التعامل معاه بهذا الشكل. يعني هو لا بيعرف عربي كان قال الرخيص او الغير مسؤول، ونفى هذا الكلام نفيا قاطعا. ده هم وصلوا انه هيسيب فرجاني وان فرجاني يمكن يرجع الزمالك. يعني العبث بكل الجماهير لا يتوقف. يا جماعه هو دي عمليه بسيطه؟ هو الكذبه هنا كذبه بسيطه ما هي كذبه. ما هو انت لما تقول حاجه ما حصلتش ايه يعني كذبه؟ طب بتكذبها ليه؟ عشان عايز توصل لحاجه. يا انت متصور ان ده يعني نوع من انواع الصبغ؟ فاذا صادف ان كل ما تكذب 100 كذبه ترشق منك واحده فتبقى عملت صبغ، هذا اسلوب غير لائق ولا يجب الصمت ازاؤه. يا جماعه ده بيعمل فورتينه، ده مش بس بين جماهير البلد الواحد، ده ممكن يبقى فيه لعب لاعب وايقونه عند جمهور بلد وانت بتعمل مشكله له في بلد تانية. هذا غير لائق، مش بس لائق، هذه جريمه من الاخر كده. كفايه بقى عبث، كفايه انكم مركبين الوكلاء ومركبين اللعيبه ومركبين المتدخلين وكارين الوسطاء على الانديه وعلى مصالحها. احنا بندفع الفواتير الباهظه
لأن البعض يمارس إدارة كرة القدم من هذا المنظور ومعروفين بالاسم مهما كانوا، إذا كان بعضهم مسؤول هنا ولا هنا. لكن نوصل للأرقام الغير منطقية ونوصل للأخبار الغير سليمة ونوصل أن كل همنا مصلحتنا مهما كانت أساليب المكايدة والإدعاء والإفتراء، هذا أمر يجب أن يتوقف وفورا. الحقيقة بالنسبة لعلي معلول، الكابتن أمير توفيق قال أنه هو تقريبا واصلين للاتفاقات شبه نهائية أو شبه متقدمة تماما، وما فيهاش اللي الناس بتردده الحق ده علي معلول هيكون تاني أغلى لاعب في تاريخ مصر. اتقال كده، قال لي لا ولا في الكلام ده خالص والأمور بعيدا عن ده. لكن الحقيقة النقطة المهمة في السياق ده في حتة بقى تركيب وكلاء اللاعبين والمنتفعين على أكتاف الأندية ومصالحها، ما يحدث في موضوع جونيور أجية ببساطة شديدة. الأهلي عدد اللعيبة الأجانب اللي عنده هم العدد القانوني المسموح بيه، وبالتالي حط جونيور أجية على قائمة الانتظار لأنه ده لعيب مهم عنده. ظروف الناحية الفنية واختيارات مستر بيتش موسيماني ما هياش في صالحه. أنا ما بيعجبنيش أبدا ربع الكلام، وبحب أكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بمثل هذه الأمور. نادي بيراميدز عنده رغبة في ضم جونيور أجية. لإمتى بيراميدز هيفضل باستمرار حريص على إنه العلاقة مع النادي الأهلي تكون علاقة تحتية قوي وتكون فيها هذا التوجه؟ عندك رغبة في ضم لاعب من النادي الأهلي زي ما بتتقدم لكل الأندية تشتري منها لعيب، اتقدم بعرضك لشراء جونيور أجية. لكن اللعب في دماغ اللاعب وتعصية اللاعب وإدارته وقيادته انه يمشي من الاهلي ببلاش لرغبه مسؤول صغير في هذا النادي انه يعور النادي الاهلي او يضر النادي الاهلي او عشان الاهلي ما يستفدش، ليه والامتى هتفضل شغال بالاجنده ديت؟ لامتى هتفضل شغال الهدف الاساسي اعاقه مصلحه الاهلي وايقاع الضرر بمصلحه الاهلي؟ ما انت بتروح تشتري لعيبه من كل الانديه. لماذا عملتوا ديل مع ناصر ماهر وفضلتوا تلعبوا في ودان ناصر ماهر وتعصوا ناصر ماهر لغايه لما الراجل اقتنع وراح في يوتشر؟ طب جونيور أجاي لعيب اجنبي، ما تخليك حريص على علاقه احترافيه محترمه، قدم عرض لشراء جونيور أجاي من النادي الاهلي. يا استاذ ابراهيم، آه؟ الشغل ما فيهوش شفافيه واحترام. العمليه عمليه انك انت عمال تلف. انا النادي الاهلي عايز لعيب من بيراميد، ما انا رحت كلمتك على طول في قفشه، ما انا رحت كلمتك على طول في ابراهيم عادل وانت قلت لا مش هبيعه، بس انا عايز منك ناصر ماهر بالسعر ده، واديت سعر غير منطقي لا يليق بلاعب زي ناصر ماهر. ها وبلغت في ما بلغتش، انت رفضت والاهلي خلاص سابك وراح اشتغل في اللي حقق له مصالح في حته تانية. اطلب وخليك مباشر وخليك برضو ما تبانش ان انت جاي تأذيني وفقط، لانك فكرة انك هتفضل يعني تتصور ان دي شطارة انك تخطف، والله لو الناس حطتك في دماغها والله العظيم هتتعب. لا 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 تتعب قوي، واخد بالك؟ بس اللي هيتعب اكتر منك الكرة المصرية وصالح الكرة المصرية. لان ما هو انت عشان اغلبك العبك بطريقتك بقى. طب لو لعبتك بطريقتك ضريت نفسي وضريت الكرة المصرية. إنما لو كلنا اشتغلنا، كل ما تكلم يقول لك الاحترافية. كل الاحترافية إنك تدي الأرقام الغير منطقية، ها؟ بالطريقة الغير منطقية، ونص الفلوس أو تلتها بيروح في جيوب غير منطقية. في جيوب غير منطقية، ده كلام خطير نطلع منه الفاصل، لأنه بعد الفاصل في كلام عن حد أصيل بالأصالة غير النوعيات دي، بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. سيبوكوا بقى من النماذج السلبيه اللي حريصه جدا على محاربه الاهلي وايقاع الضرر بالاهلي، وشفتوا والاسماء معروفه ومنهم كتير اشتغل في النادي الاهلي ومنهم اللي اتلعب حتى واتربى في النادي الاهلي، لكن اديكوا شايفين شكل علاقتهم او شكل تعاملهم مع النادي الاهلي ومحاوله ايقاع الضرر الدائم به ارضاء للاخرين. للاسف على اليمه الثانيه او على النسق الثاني في ناس اصيله قوي، واصيله بالاصاله زي ما المهندس عدلي حتى قال التعبير، اصيل بالاصاله، هو كده ده طبعه. اليو ديانج اللاعب المالي، وهنا خلينا نتكلم على
الدور اللي بيأديه النادي الأهلي كقوة ناعمة لمصر في أفريقيا. شوفوا بيتسو موسيماني والإعلام الجنوب أفريقي بيتكلم إزاي على مصر والنادي الأهلي وعلى تصرفات النادي الأهلي مع مدربه. أليو ديانج سافر في أجازته، عمل دورة في المنطقة وفي بلده، دورة بين فرقتين لعبهم الاثنين بفانيلة الأهلي، الفانيلة الاحتياطية الزرقاء والفانيلة الحمراء الأساسية، وقاعد وبيسلمهم الكاس هو وأسرته. لما تشوفوا حتى الفيديوهات اللي هو رفعها على اليوتيوب على صفحته هو سعيد جدا وفخور باللي حاصل، وشوفوا المواهب اللي في الملاعب الترابية الأفريقية وحجم المواهب حتى اللي فيها يا باشمهندس. يعني هؤلاء اللي زي ديانج وجلبرتو وفلافيو وانيس بوجلبان وباجي، ده باجي ما فيش شهر ما يقولش كلام طيب عن النادي الاهلي. ايوه هؤلاء سفراء لمصر والنادي الاهلي. ايوه يعني بيدوا انطباع جيد، روح مصر هتعيش سعيد وخصوصا لو رحت النادي الاهلي. ايوه فالكلام ده اهي، فانيلا زرقاء وفانيلا حمراء والناس مستمتعه. ده لعيب ما بقالوش سنتين في النادي الاهلي، سنه ونص او سنه. والحقيقه لما تعرضت عليه الاغراءات بتاعه الانديه التركيه مثلا لو عرفتوا التفاصيل هتحترموا الراجل ده قوي. الراجل ده ما عملش مشكله خالص، تجي له المكالمات وتجي له العروض يقول لهم انا بالنسبه للنادي الاهلي انا القرار عند النادي الاهلي، انا مش هتحرك الا من خلال النادي الاهلي، انا سعيد في النادي الاهلي. يتقال له تركيا، يتقال له الحق هتاخد كم مليون دولار، اوروبا ماشي اوكي، بس انا في النادي الاهلي. لا ضغط ولا اتقمص، يلعب ما يلعبش، لا نموذج للاعب محترف يسعد به النادي الاهلي. هي النماذج دي، ما هو ابنك مش تملي اللي من صلبك، انما ابنك الذي يحترمك والذي يقتنع بيك والذي يؤازرك ويساندك ويشرفك. ونفكركم أليو ديانج لما كان وقع للاهلي كان قال ايه في قناه الاهلي. انا علاوي. السلام عليكم. J'ai choisi l'Ali du Caire parce que c'est une grosse équipe en Afrique, donc dans le monde, on peut dire comme ça. Donc c'est une chance pour moi d'être encore vu dans le monde entier. Et Inch'Allah. طيب عنده هذا السعادة أو عنده هذه السعادة بالتوقيع للأهلي، لكن لما تحقق حلمه باللعب للأهلي قال إيه؟ من أصغر اللاعبين اللي موجودين في الفريق، بس من أكثر اللاعبين تأثيرا في الفريق. الأهلاوية كلهم يقولوا الكلام هذا. الحمد لله. moi je peux pas c'est l'équipe c'est l'équipe je peux pas être le plus fort sans l'équipe les on cumule notre effort. Et chacun a sa part, chacun a sa part. Déjà depuis que je suis venu, je me suis mis en tête. Ouais. Il faut que je monte le niveau. C'est pas les petites équipes, c'est les Ali. On a besoin de la Ligue des Champions. Et je dois aider l'équipe. Et je donne tout. Je donne tout pour l'équipe. C'est l'équipe. On peut pas dire que c'est moi seul. Mais je donne ce que je peux. Et Alhamdoulilah, ça aide l'équipe, on gagne les matchs et Dieu merci. C'est un rêve qui est devenu une réalité. Et en football, il y a plus de jeunes en football. Et regarde Kylian Mbappé, il est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Ce n'est pas parce qu'il est jeune, c'est ce qu'il donne sur le terrain. Moi, si je suis sur le terrain, moi, je ne pense pas que je suis jeune, je suis comme ça. Et tu dois toujours travailler. Il y a pas vie dans le football, il y a pas de vie, il y a pas de jeune. السؤال المناسب والإجابة المثالية. والسؤال المناسب دائما يأتي من أستاذنا يعقوب السعدي الذي بالفراسة يعرف يسأل السؤال للشخص عشان يخرج طبيعته، والحمد لله إنه خرج أفضل ما لدى هذا الشاب الصادق المخلص الأصيل. شوف إجابته المحترفة الناضجة، مفيش كبير وصغير، أنا واحد في فريق، إحنا كلنا بنساعد بعض، أنا سعيد، أنا لما بكون موجود لازم أساعد فرقتي وأقدم أفضل ما لدي، مفيش حاجة اسمها صغير وكبير، إنما فيها واحد في فريق بيساعد فريقه بأفضل ما لديه، وضرب المثل بمبابي بتاع
النجم الصاعد اللي هو حديث العالم دلوقتي بتاع باريس سان جيرمان. هذا لعيب يا استاذ ابراهيم هيكون له شأن كبير في يوم ما في دوريات تقيله قوي. اليو ديانج يستحق كل التقدير. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله.